أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. أعلنت وزارة الكهرباء انخفاض تجهيز الطاقة لعدة مناطق في بغداد بعد تعرض المنظومة الوطنية إلى انخفاض في الإنتاج بسبب خروج أحد الخطوط الناقلة عن الخدمة. وأوضحت الوزارة أن منظومة الكهرباء الوطنية تعرضت إلى انخفاض بكميات الإنتاج إلى النصف بسبب خروج خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق شمالي بغداد إلى شرق بغداد من جراء عارض فني ظهر يوم السبت ما أدى إلى انفصال الوحدات التوليدية في محطات واسط الحرارية والرمال الغازية والرمال الاستثمارية وشط البصرة الغازية والصدر الغازية والمنصورية الغازية والديوانية والخيرات الغازيتين. كشفت لجنة النفط والطاقة البرلمانية أن الهدرة المالية بعقد الشركة العربية للبترول بلغ 460 مليار دينار. عضو اللجنة جمال المحمداوي أوضح وجود هدر في المال العام تسببت به إدارة شركة ناقلات النفط يقدر بمليارات الدنانير بعد منحها خصومات للشركة العربية البحرية لنقل البترول أدت إلى تخفيض في سعر زيت الوقود المصدر. وأشار المحمداوي لأن تبرير شركة الناقلات لتخفيض سعر البيع للشركة العربية بزيادة الكميات التي تباع لها التي وصلت إلى 600 ألف طن شهرياً وهذا خلاف المفاهيم التجارية المتعارف عليها من أن زيادة الكميات المجهزة للشركات تعني زيادة هوامش الربح. قالت وزارة التجارة في كردستان العراق أن عملية استلام محصول الحنطة من فلاحي كردستان بدأت في 9 من حزيران الجاري حيث تم استلام الحنطة من حدود قضاء مخمور، كما ستبدأ عملية استلام الحنطة من فلاحي أربيل وسليمانية في المرحلة القادمة. وأضافت الوزارة أن كمية الحنطة المستلمة من قبل حكومة بغداد لهذا العام ستكون كالتالي: 100,000 طن من أربيل، 112,000 طن من دهوك، 80,000 طن من السليمانية، 20,000 طن من حلبجه، و 28,000 طن من كرميان، ويبلغ المجموع الكلي 340,000 طن. هذا وتتعرض حقول الحنطة والشعير في العراق منذ عدة أسابيع لعمليات إحراق متعمدة أتت على أكثر من 85,000 دونم وفق آخر إحصائية لوزارة الزراعة في العراق. دعت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي البرلماني إلى تكليفه جهة تنفيذية تتولى حل مشكلة السكن، فيما لفتت إلى ضرورة تخصيص مبلغ 500 مليار دينار لصندوق الإسكان ضمن موازنة عام 2020. وقالت اللجنة إن العراق كان بحاجة لأكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية حتى نهاية العام 2016 نتيجة النمو السكاني. واعترفت اللجنة أن التجمعات العشوائية تجاوزت 3,000 تجمع سكني، بينما بلغت نسبة تلك المساكن 16.5% من مجموع عدد المساكن في العراق. أعلنت شرطة نفط الجنوب إلقاءها القبض على متهم بتهريب المشتقات النفطية في محافظة البصرة جنوبي العراق. وقالت الشرطة أنه تم القبض على المتهم وضبط عجلته الحوضية التي كان يستخدمها لتهريب مشتقات النفط الخام غربي حقل الرمية الشمالي في محافظة البصرة. وتصاعدت عمليات تهريب النفط العراقي منذ العام 2003 بسبب الانفلات الأمني والتسيب بالمنافذ الحدودية بسبب الفساد وهيمنة مافيات السلطة والميليشيات عليها. الآن إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة.